يا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. مايسترو وبيتزا وبالتعاون مع مجموعه ام بي سي، وطبعا الاحتفاء باليوم الوطني السعودي عبر فكره مختلفه. طبعا مايسترو بيتزا اللي يعني قررت مع ام بي سي بالتعاون مع بعض فكره تتكلم عن شاهد على حياتنا وعلى وطننا. هذا الشاهد هو خوخه باب المصبك، الباب الصغير في البوابه اللي يسرد البطولات ويخلد مشاهد وقيم هذا الشعب العظيم. خوخه المصمك لا زالت حتى اليوم تحمل تذكار اول سهم للفارس الامير فهد بن رجلوي ليكون هذا الباب رمز لاثار هذه المعركه التاريخيه اللي حقق بعدها الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وحدة البلاد بإرساء العدل والطمأنينة والأمن. وانطلق من هذا الباب اللي شهد على فرسانه بالكرم والشجاعة والفزعة لتوحيد باقي البلاد وللديار أبواب تشهد على قيمنا وذكرياتنا ولحظاتنا. هذا الشاهد من بدء التاريخ يشهد لك ولجدك وراح يشهد لأحفادك وأحفادهم. شاهد ذكر في أكثر من 10 مواضع في القرآن الكريم وموجود في كل الأمثلة الشعبية وبحكاياتنا اليومية. هذا الشاهد المهمش هو الباب واللي كلنا نلتفت له ونسمع اللي سمعه ونشوف اللي شافه من غناء ماجد المهندس. نفس الشبه كنا ما بيننا وبينه